قالت له: يا ابونا سميل جوز عنده سرطان في عينه. من معجزات ابونا سميل في واحد اسمه ابو مينا من جزيرة بدران في شبرا، دخل في تجربة مرض وعينه طلعت لبره. راح كشف الدكتور، قال له: انت عندك سرطان في عينك ولازم تعمل عملية. وهو خرج من المستشفى كان هناك ابونا سميل، راح شاف الراجل ده بيقول له: مالك؟ مرته قالت له: جوز عنده سرطان في عينه. ابونا قال لمرته: خد ازازة الزيت بتاع الملاك ميخائيل وحط منها كل يوم وجوزك مش هيعمل عملية. الست ما صدقتش وخدت رقم ابونا وراحت فعلا وحطت كل يوم من الزيت ومفيش تحسن، ورنت عليه وقالت له: الملاك ميخائيل مش راضي يعمل المعجزة. وتحدد كمان ميعاد العملية. طيب فين بقى المعجزة؟ الراجل دفع الفلوس ودخل غرفة العمليات وطلع من جوه يقول: انا مش هعمل عملية. مرته ما تسأل الدكاترة في ايه، قالوا لها: احنا فجأة ما لقيناش اساسا ان موجود ورم. علشان كده داود قال: هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون اليه. بركة شفاعة ابونا صميل وصلواته تكون معاكم وتفرح قلوبكم.